فعالية في سياق حرج من التاريخ اليمني، إذ يتعرض إرثه السمعي والبصري لمخاطر جمة. كلنا نعرف أن الإذاعة والتلفزيون في صنعاء هذا الإرث العظيم الذي ساهم في تشكيل الهوية اليمنية وواكب تاريخها، معرض للمحو ومغيب بيد ميليشيات الحوثي. أيضا الإذاعة والتلفزيون في عدن، ذلك الصرح والمبنى العظيم ما زال مغلقا بالأسمنت ومواده معرضة للتلف بفعل عدم طرق الحفظ كتشغيل التبريد وتكييف الهواء في مدينة حارة. كذلك لا ننسى إرثنا العريق الممتد إلى ما قبل الميلاد، الحضارة المعينية والسبائية والحميرية. أقامت اليوم بيت الصحافة ومؤسسة النيادة للتنمية الثقافية هذه الفعالية إحياءً اليوم العالمي للتراث السمعي والبصري، سعياً منا للعمل على توثيق ما تبقى من إرشيف اليمن، الإرشيف الضائع، سواء ونحن نتحدث عن إرشيف الجمهورية وعن جمهورية بلا إرشيف، أو عن إذاعة تعز المؤسسة التي أحرق إرشيفها بالكامل. نحن نقيم هذه الفعالية من أجل إعادة تسليط الضوء على أهمية توثيق هذا الإرث التاريخي، إرث سمعي وبصري مهم من الممكن أن ينقل لنا حياة الأجيال السابقة ونستلهم منه لما سيأتي في المستقبل. هذا الإرث مهم ويجب على السلطات أن تعمل على توثيقه. كما نناشد من خلال هذه الفعالية منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة اليونسكو إلى الاهتمام بهذا الجانب، وخاصة في مدينة تعز التي تضررت كثيرا من الحرب. أبرز الأضرار طبعاً الناس هنا، أول حاجة اختلط الحابل بالنابل، اختلطت المجاري مع الماء ودخلت إلى يعني إلى مساكن الناس، فوق الفرشان، فوق المخاد، فوق حتى الراشان، يعني اللي معاها جونية دقيق مليانة أو باقيها قليل أصبحت يعني مخلوطة بالماء والمجاري، يعني ولو معاها قليل أكل ولا الواحد متونس حاجة، يعني المنفعة تلفت وراحت. البيوت مدمرة، الشون من فوق من تحت، السيل يجي من الجبل، تمام. ثاني شيء ما فيش أي مخرج للمي، تجلس غرقانة لما تنشف لوحدها. نحن كنازحين ما فيش أي حاجة يعني تجي تنقذنا، تمام. ثاني شيء مضطرين، تشوف الصنادق قدامك كله صنادق كلهم مضررة، الناس تنزح لا فين لا هنا لا فوق، تجلس بالشهر ب15 يوم على ايش؟ ما فيش احد، ما فيش اي انقاذ الا من رحم الله. لا فرشان لا بطانيات لا كثير ولا قلل ولا راشان، وعايش في المستنقع. احنا دخلت شوف البيت حقي، يعني السامان كلها غارقة، واحنا لا حول ولا قوة. رجال طحنا أنا أي واحد شايبي 24 ساعة جالس على الباب ما يقاله حتى قال أنا القوت ضرر زول، اتغدينا ما نتقراش لا تقرأنا ما نتعشاش، الحمد لله. نقول الله ما له الحمد. إيش سوى بكم المطر؟ كل سيل بيت منقعة في معي، أتى الشمس غرقت كل بين معي، كل تنقعت ما أنا بعد على معي سامعني غرقة طرارة شراشف مرض كل ما ذكم خد كل رمي شمس. فأكلنا ولا مؤسسة ولا جمعية مدورة علينا، يعني الطحين غالي وكتير ومش متوفر ونادري أما ألاقيها. وكمان الفواكه تبعتنا
مش متوفرة ونادر لما ألاقيها، ومعظمها بس وبس غالية كتير يعني، والخضرة معظمها منلاقي ونادر بس غالية كتير بشكل مش طبيعي. حساسية قمح، باكلش قمح، باكلش الأكل اللي هم بياكلوه الناس، يعني أكلي مش متوفر بالسوا، يعني أنا طحيني خال من الجلاتين، لازم أكل كل إشي اللي فيه ذرة، هاي البارد بس، يعني إيدي ورجلي صاروا يجعون من قلة الفيتامينات، يعني بقولوا لك وزارة الصحة ما عندناش فيتامينات. طب ايش احنا هنمشي على ايش؟ احنا قاعدين في هذه الحرب لا اكل ولا شرب، يعني احنا سيليك ديزيز من الاعراض المهمشة في الحرب، يعني يعني لا وزارة صحة مدورة علينا ولا مؤسسة، حتى ارض الانسان كانت تجيب لنا الطحين فانقطعوا هم منه فما قدروش يجيبوا من الحرب فسكر المعبر، فما قدروش يوفروا طحينة بس كانوا موفرينه بالأول، يعني هي اللي معايا من 7 أكتوبر لحد اليوم. ما قدرنا نتحرك لما نزل الصاروخ، بعد ما نزل وانفجر قمت طلع في حليه، لقيت حليه مزع وداي مقطعات، يعني دوب بس الجلد الماسك. لما شفت حلي زي هيك رميت حلي على جنب، استنيت الاسعاف يجي. لما جاء الاسعاف حتى ما جاش الاسعاف، خدونا في السيارة وصلنا المستشفى، دخلونا غرفة الناية المراكز الانعاش، وهذا الايد قطعوه قدمي قطعوه، وكنت واعي حنيتي في المشرط قطعي، بعدين فقدت الوعي. كان عندي كاميرا كنت بصور فيه، وكان عندي ايباد كنت بلعب ابجو بصور بنزل مرات تيك توك. الحين لا بقدر اصور تيك توك ولا بقدر اصور في الكاميرا ولا بقدر العب ببجي. هندسة حاسوب، بكمل قراية هندسة حاسوب. طبعا جيت يعني في الوضع اللي انت فيه هتقدر تكمل الحلم تبعك؟ لا. ليش طيب؟ فيش ايد تساعد، فيش ايد تمسك الكتاب، فيش ايد تمسك الدفتر، فيش ايد تمسك القلم، فيش ايد تحطها على الكيبورد تمشي فيها، بس انت هي تفرج تسويش ولا حاجة. بسافر اطلع اركب اطراف، سر زي اي طفل تاني بيقدر يسوي اي حاجة. ما قبل الاصابة محلاهي كنت ايش ما بدي اسوي، بعد الاصابة انسان عاجز، هذا سوي لي هيك في راسك حاجة، تعال حك، تعال سوي، بدك تدخل الحمام، بدك تشرب مي، بدك تاكل، الا تطلب من حد يسوي لك الحاجة. هذا الراغب، هذا الصغير عياش.